الميكائيل إسراء بالكان عليهم السلام نجيب سادة تاجر بما علمنا الله من أعمالهم وجيلاً بين الرانوتي مسيتي أمن جبريل عليه السلام مثلاً موكل بالوحي جبريل فكين يا واحد توكلن وبما علمنا الله من صفاتهم صفات إسرائيل الرانوتي مسيتي أمن مثل لا يعصون الله ما أمرهم فكين يا لا يعصون الله يتم تيم وجميع الأخبار التي جاءت عنهم والقدور إسحاق لا واحد إسرائيل الرانوتي يفتهم دون إتيامن من يعيد عليها إيه جبريل لا يبغى الناس ما شاء الله نعم عالم غيبي خلقهم الله من نور يطوعنا الله عصونا لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب نؤمن بهم إجمال وبهم علمنا الله من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم وأخبار التي جاءت عنهم تمام الركن الثالث من أركان الإيمان ركن سلفا أن تؤمن بالكتاب بالكتب أن تؤمن بالكتب أن تؤمن بالكتب بالكتب في هذا ما يجي كتب كيف نؤمن بالكتب؟ نؤمن بأن كلام الله كتاب الدين كلام ربي منزل غير مخلوق منزل غير مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب كل رسول معه كتاب من أنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بجميع الكتب وبما علمنا الله من أسمائها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام نؤمن بما علمنا الله من أسمائها والأخبار التي وردت فيها والأحكام التي وردت فيها وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب نؤمن بها لكن لا نعمل إلا بما ورد في القرآن والسنة لا نطالع في هذه الكتب نطالع في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم الإيمان الركن الرابع الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها أكمل أداء ونصحوا أكمل نصح وبلغوا لم يكتموا شيئا وجاهدوا بأن جميع أنواع الجهاد نؤمن بهم وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها ليس معجزة آيات والأخبار التي جاءت عنهم أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء والرسل نبي محمد عليهم الصلاة والسلام كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام هو كافر كفر أكبر وكاذب والله الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت
وهل يقولون ما خيس بي أرجع مهندة أمنه في كيسا كما في كنا من الأمثلة على ما يكون بعد الموت فكين يعني وان دعاتي تهندة خروج الروح روح ما خيسا قبض الملائكة لها ملائكة لبون ما خيسا صعودا بها للسماء ملائكة سمي الدين عودتهم بها للجسد إيقنا لبون أبريك إذا ما تدير فهمت سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة ملائكة لما رسول الثلاثة على المجابة نعيم القبر نعيم القبر يتدير عذاب القبر إسراف السلام البعث بعد الموت الحساب الجنة النار الصراط حوض النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب، أربع درجات. العلم. والكتابة. والمشيئة. والخلق. العلم. أن تؤمن أن الله عالم كل شيء لا يخفى عليه شيء الثاني الكتابة أمر الله سبحانه وتعالى القلب أن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة الثالث المشيئة للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله النافذة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن هذا الأخ يقول بعد الدرس أريد أذهب إلى السوق شاء الله أن هذا يذهب إلى السوق ذهب شاء الله أن هذا لا يذهب والله لا يمكن أن يذهب الرابع الخلق فالعبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوق هذه مراتب أربعة علم كتابة مشيئة خلق ماذا تصنع تؤمن بهذه المراتب الأربعة تحسن الظن في الله بأن الله سبحانه وتعالى اختارك بأن تكون من أهل الجنة ولا بد أن تعمل بعمل أهل الجنة ولا تعمل بعمل أهل النار تدعو الله أن تكون من أهل الجنة ولا تكون من أهل النار تجمع بين الإيمان والعمل وحسن الظن في الله تختار طريق السعادة ولا تختار طريق الشقاء ولا تكون من أهل الضلال لأن بعض الناس إسراف السلامة يشرب خمر تقول كيف تشرب خمر قال لو شاء الله ما شربت الخمر إنما أشرب بقضاء الله قضى الله أن أشرب خمر ماذا أصنع هذا تضربه حتى يغمى عليه تضرب حتى يغمى عليه فإذا أفاق وقال ليش تضربني قل قدر الله نضربك ماذا أصنع إذا اقتنع تتركه وإذا لم يقتنع تضرب الثانية لا تضرب أحد نحن نقول هذا الكلام حتى تفهم لماذا يختار طريق الشقاء
رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده. فجاء هذا السارق معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وقال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله؟ كتب الله أن هذا يسرق. فقال له عمر رضي الله عنه، قال: ونحن كتب الله أن نقطع يدك، ماذا نصنع؟ هذا أمر كتب الله، كيف تلومنا على شيء كتب الله؟ كتب الله أن نقطع يدك، لا تعترض. إذا لابد أن تكون في القضاء والقدر وسط. تؤمن أن الله علم كل شيء، كتب كل شيء، ومع هذا تعمل بعمل أهل السعادة. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، هذه أعلى مرتبة. يعني أقوى دافع يدفع العبد للعبادة هو الحب والشوق فيما عند الله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية. إذا المرتبة الأولى عبادة المشاهدة، عبادة الرغبة والحب والشوق فيما عند الله. مرتبة دوادة، مرتبة مشاهدة، مرتبة حب جلالة محبة ربي. عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادة خوف وهرب تسمى عبادة المراقبة، عبادة مراقبة لا عبادة لا يخرج عنها مسلم. لكن المسلم ما يسخر داخل السابق. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل لكن على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ أركان الإسلام والإيمان والإحسان ردي ما هو الدليل جاء خاص على وايكن ردي؟ ما هو الدليل؟ فقط. نعم هذا كان بيتكلم على الدليل أركان الإسلام وما بيقول دراسات إلى خلقه ساي. نعم. والدليل جاء وصول له أخي. حديث جبريل عليه السلام. حديث جبريل. جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، عالم أو متعلم طالب علم. قال مجلس النبي ربي في قرطه قال جبريل عالم. هل جبريل عندما جاء عليه السلام إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جاء عالم أو متعلم طالب علم؟ نبي قال جبريل قال له طالب العلم ذاته مبرسيسا. متعلم طالب علم. صحيح؟ نعم. جاء في صورة طالب علم سائل متعلم. صورة طالب العلم متعلم. لكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه معلم. أما نبي ربي إني برسيسا رجل. صورة نبتل في المصورة طالب العلم. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام ظهر عليه أثر طلب العلم. ما لجنا والنساء ملتي والنساء سورة طالب العلم تبجني أصل العلم سورة ملتي. في لباسه. فنان شاكر سد. لباس وسط. وفتر وسط الفتر. لا يلبس مقطع. وتو مقطع يلفن. ولا يلبس حرير. حرير اللي يلفن. في جلوسه. مقطع وتو درس يلفن. لم يمد رجليه. لم يتكئ. اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتعد. أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقاطعه.
رسول الله لم يلعب في الجوال أو مع أصدقاء يتكلم. هو رسول الله موبايل الفضيل لانو قبل انجيو قبل انجيو لهذا أصبح معلم خلافه هو حال سيكون حالا من التوابرات ومرسيس قبله طالب العلم لابد يؤدي حقوق ستة نعم كتابا كراجبتا لنفتا واجاتا كما قبتا إذا لم يؤدي الطالب هذه الحقوق الستة هذا لا يصبح طالب علم نعم درسان كتابا كراجبتا يواجاتا من قبل اسم درس أجامه في علمي كان فقرته كذلك جمال طالب العلم حلي الطالب العلم بأداء هذه الحقوق الستة كل واجهان كان قباته وطالب العلم التنفع يا مبريد الأول حق مع نفسه فقل فارحك ربونا مع نفسه لابد أن يخلص لله فقل فارحك حق ربونا إذا يسوي إخلاص قباته يتبع لا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح يزهد في الدنيا يزهد في الدنيا يزهد في الدنيا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا لا تنظر إلى أرباب الدنيا قال ورا الدنيا قبولنا واصبر نفسك مع الذين يدعون إلى رب الدين دار سماوات صدق جد اجتهاد اما اللي جد جبين علمي غدك ابدا حفظ اما اللي يحفظ ذنبا مراجعة وقرات المورد يدو ذنبا الثاني حق مع المكان لم يفعل حق مع المكان بك دين تصلي ودين حق الاربعة والله عيب عيبي على طلاب العلم انهم في هذه الاماكن في بيوت الله يلعب فيها والله عيبي حقبك غنا ولا يتنم استيسني تبتو او يرمي فيها الاوساخ اسكيزتي وسخ دربون او يشاغب فيها تقاو اسكيزتي شاغب كما غبرون او يلعب في الجهاز مثلا تقاو مسجد الرسول لا بد هذا المكان ان تجعل عامل بذكر الله باقيكم بالذكر اجرات ابو قلبي تبيت حق مع زميله مع صديقه حق مع زميلي مع صديقي لا بد أن نتعاون نراجع نكتب خاصة بعد الدرس حق مع كتابه بعض الطلاب يرسم على الكتاب يقطع الكتاب يرمي الكتاب في أي مكان لابد أن نختار كتب السلف لا نقرأ إلا في كتب السلف حق مع الأستاذ مع المعلم لكن وسط لا تتمسح به تقبيل اليد تقبيل الرأس لا لكن لا تسب ولا تشتم تتوسط ماذا يريد منكم العلماء يريد تتمسح به